مشكل احنا قدروا نقدموا من راسنا وفعلا كانوا رجال الان تيسمعوا فينا يجيو نقدروا نعطيو لادريس من هنا. لا احنا غنمشيو عندهم. تما غتمشيو عندهم؟ غنمشيو عندهم. نسلموا على والدينا. سلموا على والدينا حقاش الله هو اللي غيحكم. سلم على والديك ولا شوف اللي كان غنمشيو سلم اخو غنسلموا على والدينا وكذا. شنو تقول للوالدين ديالكم والعائله ديالكم؟ اسمح اخويا حنا يا سلم من العائله ديالكم. انتم مازال صغار مازال صغار. نتمنى حاجه واحده غيبقاو حيين النهار نخرجوا وصافي هادشي واش دابا نشوف امي ونقول ما انا دابا غنوض نشوف الوالده طايحه انايا الوالده طايحه على حقاش ما تصيقش راسي على والدينا واش حنا غنوصلوا بحال هكا ونقدروا نقدروا نقدروا ولا واحد شي حاجه نقدر انا فهمني اخويا انت الله يرزقكم الله يرزقكم الصبر الله يرزقكم الصبر لان مشاهدي قناه شوف تي في صراحه الله يرزق الوالدين ديالهم الصبر للأسف. إذن نحبسوا المباشر.